لو كنت شخص وقابلت حالك بيعجبك حالك؟ طبعاً. مو كل الأحيان. طبعاً. أكيد. أي. ليش حتى ما يعجب حالي؟ أكيد. أكيد اللي ما بيعجبه حاله ما بيعجبه حدا. ليه؟ هيك. في حدا ما بيحب حاله؟ شوف حالي فيني كتير صفات تلفت الانتباه. مو كل الأحيان. كل إنسان بيقعد بمطبات. هو بيراجع حاله بلاقي حاله مقصر. يا ما بيعجبك؟ لا بالعكس، بالعكس معجب بحالي كتير. أي واحد بيعجبه حاله؟ كأنه هيك تواضع هذا نقول له يعني؟ لا بس كل واحد بيحب حاله يعني، إذا ما بيحب حاله شو هلأ؟ لأني هادية وقلبي طيب، بحب العالم يعني، ما بلاقي يعني، ممكن يكون عندي حساسية شوي زايدة، هي الشغلة اللي مو كتير بحبها بحالي. يعني معجب بحالي، أي واحد معجب بحاله. يعني هي تواضع ولا غرور؟ لا مو غرور، أيوة إنسان بينعجب بحاله. ليش لا يعجبك حالك؟ من الله.